الناس اللي بتتعب نفسها في خلال الشهر الأول وخلال الشهر الثاني عشان تزرع أقلام التين وبتكون درجات الحرارة منخفضة وبتعمل حضانات وبتبذل مجهود، تعال أقول لك النهاردة وإحنا في خلال الشهر السادس إزاي نزرع أقلام التين بمنتهى السرعة وبمنتهى السهولة وبدون أي تكلفة، وممكن تزرع أي كمية أنت عايزها من أقلام التين بمنتهى السهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل الناس فاكرة إن أقلام التين بتزرع في خلال الشتاء بس، اللي هو في خلال فترة السكون في خلال شهر واحد وخلال شهر اتنين، ولكن على العكس ان التين احسن وقت انك انت تزرع اقلام التين في خلال الصيف. كل ما كانت درجات الحرارة مرتفعة كل ما كان سرعة التجذير مرتفعة. تعالوا في البداية نختار اقلام التين اللي احنا نزرعها، ما ينفعش ان احنا ناخد اقلام تين حديثة، لازم تكون مر عليها اقل حاجة 6 شهور، ولازم تكون الاقلام صلبة. وزي ما انتم شايفين احنا خدنا حزمة طبعا من اقلام التين ونبتدي نزرعها كلها دفعة واحدة ونشوف سرعة التجذير ونشوف شكل الاغصان. هنيجي في اي مكان عندنا في الحديقة عايز تزرع في قصيص مفيش مشكلة خالص، ونبتدي ان احنا نحطهم داخل التربة. اهم حاجة المكان يكون بعيد عن اشعة الشمس. موضوع الري هيكون بشكل عادي خالص كأنك زرع اي نبات، يعني انا زرعه هنا وسط النباتات بروي معاد الري عادي خالص. اهم حاجه التربه ما تجفش نهايه على الاقلام التين. نصيحه، لما تيجي تزرع اقلام التين ازرعها في المكان المستديم اللي مش هيتغير تاني، يعني ممكن على حواف او على جوانب الحديقه عندك عايز تعمل اشجار تين تبتدي انك انت تزرعها، المكان ده مش هيتغير يفضل ثابت علشان ما نتعبش في عمليه النقل، لان اشجار التين هتكبر بشكل سريع وهيبقى صعب ان احنا ننقلها لما تبتدي تكبر. معلومة تانية كمان عشان تضمن ان شاء الله ان اقلام التين هتنجح معاك بمنتهى السهولة، حاول انك انت لما تحطها في التربة ما تحطهاش على عمق، طيب الكتير على عمق 5 سنتي تحت سطح التربة علشان تبقى فيه سرعة في الانبات. الموضوع بسيط في منتهى السهولة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا ما استخدمناش اي حاجة نهائي، كل اللي عملناه ان احنا خدنا العقل وحطيناها في التربة. هنشوف هنا برضو الحزمة اللي احنا حطيناها مع بعضيها نشوف النتائج بتاعتها عاملة ازاي. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا نسبة التجذير تعتبر اكتر من 90% لو حبيت انك انت تزرع، وكمان ممكن تزرعها في القصيص بشكل مباشر. طبعا كل العقل اللي معانا ده هنبتدي ان احنا نعمل لها تفريد زي ما حضراتكم شايفين ونبتدي نوزعها. عايز تزرع في قصيص ماشي، عايز تزرعها في الارض المستديمة ماشي، مفيش اي مشكلة خالص. اتمنى يكون موضوع النهاردة فات حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.